السلام عليكم من جديد مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا الطاجين ديال الحوت بالبصلة والزبيب. بالنسبة لهذا الحوت غادي تخدموا بأي حوت بيض عندكم، ولا في المغرب عندنا بزاف صغار، كاين مناطق كيقولوا صغار، كاين مناطق كيقولوا الصنور، انا واحد الصوره كيقولوا له الفرخ، كل واحد اش كيسميه. هذا الحوت تا والله ما عرفت سميتو شناهي. عندنا هنا كاتبين عليه لوكولا، انا لقيتوه بره بيضه، قلت غيجي زوين في الطاجين، شتو نجربو. المهم اي حوت بيض عندكم. بالنسبه للسميات ما نوحلوش، انا عندي مشكل في الاسامي ديال الحوت، ما كنقدرش نحفظه. اصلا عندنا في المغرب كل مدينه كيقولوا سميه، حنا مثلا الصنور كنقولوا كيقولوا صغار في الصحراء، الكازاوا وداكشي يمكن كيقولوا السنور، الصويره كيقولوا الفرخ، كل واحد وشنو كيقول. باش ما نتلفوش، اي حوت بيض عندكم غنديروا به هاد الوصفه. المهم عندي الحوت البيض هكا هبره. غادي نحتاج واحد ثلاثه د البصلات مشلضين، بالنسبه لي انا عندي الطاجين هي صغير ورقيه جوج الناس. غادي نحتاج الزبيب اللي رطبته قبل في الماء وصفيته باش يسهل في الطياب. غادي نحتاج الربيع، ثومه، والعطريه اللي غيكون فيها الخرقوم، سكينجبير، تحميره، وعندي شويه العطريه ديال الحوت مخلطه درت منها شويه، وشويه ديال دوك الاعشاب اللي قلت لكم المنسمه مع فيهم الزعتر كنديرهم انا في الماكله كامله كتعجبني سمتهم، والملحه طبعا، والزيت البلديه هي باش غادي نخلطوا هاد العطريه كامله ونرقدوا فيها الحوت. ممكن معايا باش تشوفوا الوصفه كي غتكون. هنا رجعت معكم، غادي ناخذوا هاد الحوت هو الاول نشملو. غادي نديرو عليه الربيع، انا الربيع ما غنديروش كله، كنخلي شويه للتزيين. غادي نديرو عليه هاد العطريه والثومه وهذا الشيء كامل. وغادي نزيدو الزيت البلديه كي قلت لكم، ممكن انكم ديروا زيت الروميه اللي ما عندوش زيت البلديه ولا ما كيفاش يطيب بها. نخلطوا مزيان هاد العطريه، انا راه كنخدم بيديا ما كيعجبونيش هذا اللي قالت نديرهم في يدي، ما كنحش انني كنطيب الا ما قصتش. ما عرفتش كيجيني كيزلقوا كيمرضوني، خصني نلقى شي اللي قالت على قد يدي، عندي وحدين كبار كيبقاو كيزلقوا، ما كنطيبش في خاطري. المهم كي كيقولوا يد الفلاح نقيه، نتوما يشوفوا ما تاكلوش. خلي هاد الحوت يتلقى شويه، كيف كتشوفوا هنا من بعد ما درنا هاد الحوت هكا في العطريه كامله اللي قلت لكم يترقد، غادي ندير البصله ونبدا نصفو في الطاجين. بالنسبه اللي غيقول على حساب البصله ما تبقاش بيضه، غادي تشوفوا واش غادي ندير. ندير شويه ديال الزيت هكا في الطاجين يعني باش ما تحرقش لينا البصله بالزربه. كيف كتشوفوا درت شويه الزيت في الطاجين، غادي نسطح ديك البصله غير القياس، ما غنديرهاش كامله، غير نفرش شويه الحوت. الحوت شويه ارتاح، غادي نحطه في الطاجين، شفتوا هكا في الطاجين. كيف كتشوفوا انا عندي الطاجين صغير غير قياس جوج الناس، وسبحان الله الطاجين كيحط فيه ربي البركه، ولا حنا ما كناكلوش بزاف الله يعلم.
كناكلو كيشرب ديما من هاد الطاجين سبحان الله. صافي هاد العطريه اللي بقات عندنا هنا ما نضيعوهاش، نديرو فيها البصله كيف كتشوفوا هنا ديك العطريه باش ما تضيعش، اللي بقات هكا في داك الاناء اللي خلطتو فيه زدت عليها بصله وشويه الماء، ما غاديش نزيدو الماء اصلا في الطاجين، هاد شويه الماء اللي درت على حسب العطريه بركه، اصلا كي كتعرفوا البصله كتطلق الماء. غادي نزيدو الزبيب هنا، الزبيب راه مرطب دغيا غيطيب غير بديك داك البخار ديال الطاجين، غادي يطيب لنا الزبيب دغيا من الفوق باش حتى الزبيب ديالنا ندخلو العطريه لبنا. كيف كتشوفوا هكا غيكون الطاجين ديالنا، غادي نحطو فوق بوطه مهيله، غادي نقص عليه البوطه ما نجهداش عليه، ديما الطاجين على وقيته اللي يكون عندكم الوقت باش تنقصوا عليه البوطه، ما كيبيش يطيب البوطه مجهده باش كيجي خاطر وما يتحرقش، وما تضطروش انكم تزيدوا الماء باش يطيب، كيطيب غير في داك شويه الماء اللي شلنا به العطريه، والماء ديال البصله راه غادي يطلق الماء. دابا تشوفوا معايا في البوطه فاش يبدا يطيب الماء اللي غادي يطلق، وحتى الحوت نورمالمون راه معروف كيطلق الماء. كتشوفوا هنا الطاجين ديالنا فاش بدا كيطيب كيشتو راه طلق الماء. غادي نزيد شويه ديال العسل، هاد القضيه ديال العسل كتبقى اختياريه، انا كتعجبني الملوحه مع الحلاوه، ديروا البصله والزبيب يعني كاينه الحلاوه، كنزيد شويه ديال العسل باش غادي يتعسل، نخليه شويه ونطفي عليه. كيف كتشوفوا جات المريقه خاطره وجا داك الزبيب معسل، الغليه الاخرى كيف شفتوا زدت العسل الفوق في الطاجين، كتبقى اختياريه هاد القضيه. انا غادي نقدمه مع الرز. شوفوا حنا راه كلشي ولينا ناكلوه بالرز، دايرين كي الكوريين الرز ولا لي بات، ما كناكلوش الخبز بزاف، ولكن دابا هاد الطاجين صراحه خاصو الخبز. غادي نجبد عندي البطبوط في الفريكو، غادي نجبد واحد البطبوطه ونسخنها على ما بغاش لغو الخبز، نعطيه الرز حتى هو ياكل الخبز الا لقاه، كنحاولوا ما ناكلوش خبز بزاف وصافي، ولكن هاد الطويجين ما ديالش الرز. المهم انا غادي درت له الرز، بغى ياكلو مع الرز ياكلو، ما بقاش هاد الرز اصلا ما فيه والو بيض، هكا درت فيه غير شويه ديال وقت سيدنا موسى ديك النسمه، شويه ديال الملح والزيت، يعني الا بقى نستغلو في طبق اخر ماشي مشكل، ونعطيه ياكل الا بغى الخبز مع الطويجين، خسارتو بلا خبز. الله نخليكم على خير، نتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم وتكون خفيفه ظريفه عليكم، فعلوا الجرس وديروا ابوني باش يوصلكم الجديد في القناة. بسلامة، شكرا على المشاهدة.